أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. المراقب العراقي: تظاهرات بغداد والمحافظات الجنوبية تعاود انطلاقها رفضا للكاظمي وكابينته. العربي الجديد: اللندنية، الكاظمي أمام تحدي الملفات المستعجلة بحكومة غير مكتملة. وفي تقرير للشروق التونسية: حكومة العراق، اتفاق الضرورة بين أمريكا وإيران. من المقالات: العراق ربما تكون الفرصة الأخيرة ليحيى الأمير في عكاظ السعودية. ويتساءل وليد رجيب في الرأي الكويتية: هل سيسبب الوباء حربا عالمية؟ التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة المراقب العراقي إن تظاهرات بغداد والمحافظات الجنوبية تعاود انطلاقها رفضا للكاظمي وكابينته بعد أيام على تشكيل الحكومة. وتؤكد الصحيفة: عاد المشهد الاحتجاجي إلى ساحات التظاهر من جديد، معبرا عن رفضه للكاظمي الذي وصفه المحتجون بأنه جدلي وغير مستقل، وخرج من داخل الأحزاب السياسية الحاكمة منذ عام 2003. وندد المتظاهرون بإجراءات تصعيدية أكبر في حال لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم. أكدت صحيفة العربي الجديد اللندنية أن الكاظمي أمام تحدي الملفات المستعجلة بحكومة غير مكتملة، وذلك بعد فراغ دستوري وأزمة سياسية صعبة استمرت لأكثر من 5 أشهر، لتكون 7 الحكومات بعد عام 2003 تضع العراق على مفترق طرق خطير بحسب مراقبين. ويقول الخبير بالشأن السياسي العراقي هشام الهاشمي إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات ضخمة، في مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين، إضافة إلى أن الكاظمي استلم العراق من سلفه عبد المهدي بوضع مزر من كل النواحي. قالت صحيفة المدى العراقية إن عراقيين يودعون حكومة عبد المهدي بالسخرية من سيناريو حقائب الأوراق الذي ابتدعته حكومة المستقيل في حفل استلام وتسلم الوزارة الجديدة، ويطالبون بمحاكمة قتلة المتظاهرين في احتجاجات تشرين. وتقول مصادر سياسية للمدى إن محاسبة السياسيين على الجرائم في العراق هي ضرب من الخيال، وأن عملية التنازل عن الحكومة دائما تسبقها اشتراطات بعدم الملاحقة القضائية. أوضحت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن رسائل إيرانية وجهت إلى الكاظمي بالتوسط لتخفيف الضغط الأمريكي عن طهران. وترى الصحيفة البحرينية أن طهران تمارس لعبة مزدوجة مع الكاظمي، ترتكز على اتصالات سرية بينه وبين مراكز صنع القرار الإيراني، مفادها بأن طهران تعول على مقبولية الكاظمي لدى واشنطن وحلفائها لترطيب الأجواء وإذابة الجليد المتراكم بين إيران والولايات المتحدة. وبيّنت أخبار الخليج أن إيران بدأت تشعر بثقل العقوبات الأمريكية عليها، ما يهدد نظامها بالتصدع والضعف وربما الانهيار إذا واصلت واشنطن عقوباتها بالصرامة ذاتها. قالت صحيفة الشروق التونسية في تقرير لها إن حكومة العراق هي اتفاق الضرورة بين أمريكا وإيران. وتضيف الشروق في تقريرها: بعد أشهر طويلة من المفاوضات تم أخيرا الإعلان عن تشكيل الحكومة. وتنقل الصحيفة عن تقارير عراقية أن حكومة الكاظمي حظيت بالموافقة من قبل الخصمين اللدودين أمريكا وإيران، وفاض كرم واشنطن بتعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتجديد إعفاء بغداد من استيراد الغاز الإيراني. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
ضمن زاوية مقالات الصحف يكتب يحيى الأمير في عكاظ السعودية: العراق ربما تكون الفرصة الأخيرة. يقول الأمير: الجيل الجديد من العراقيين يرون أفقا مسدودا فوراءهم 3 عقود من الميليشياوية والهيمنة الإيرانية والفساد وانهيار الاقتصاد والتنمية والتراجع في كل شيء. ويضيف بالقول: لقد حسم الشارع العراقي أمره، وغالبا لن يعود المحتجون من الساحات والميادين إلا بعد أن يحدثوا تغييرا، ويرى أنه لا يمكن للعراق أن يخطو خطوة للأمام إلا في ظل حكومة يمثل العراق مشروعها الحقيقي. ولقد وجدت الطبقة السياسية نفسها في أسوأ منعطف يتمثل في دخولها في مواجهة مفتوحة مع الشارع العراقي وبشكل غير مسبوق. وفي الشأن الدولي يكتب عبد الله القمزي في الإمارات اليوم مقالا بعنوان: كورونا والعالم المشتت. يقول فيه: في لعبة التوازنات الدولية تفضل أمريكا عدوا تقليديا تعرفه وليس الصين، لذا من المتوقع أن نشهد صراعا في مناطق النفوذ التقليدي لواشنطن مثل أوروبا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحتى الآن توظف الصين قوتها الاقتصادية والناعمة في مناطق النفوذ الأمريكي، أما أمريكا فهي في وضع حرج اليوم، لكنها ستتفرغ للصين بعد القضاء على العدو الخفي. أخيرا يتساءل وليد رجيب في الرأي الكويتية: هل سيسبب الوباء حربا عالمية؟ ويمضي بالقول: ليس من مصلحة شعوب العالم التي تواجه أزمة مشتركة صراع النفوذ والمنافسة. وعلى أرض الواقع، هل ستدفع الصين الولايات المتحدة خارج المنافسة معها بعد زوال الوباء؟ أم هل ستدفع الولايات المتحدة الصين إلى حرب مدمرة قد تفني العالم عن بكرة أبيه بسبب دفاعها المستميت عن نظام اقتصادي اجتماعي قد تكون الآن البداية بلفظ أنفاسه تاريخيا؟ مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر الهاتف الخبير القانوني الدكتور عبد الرحيم الكبيسي. انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر الهاتف بالدكتور عبد الرحيم الكبيسي الخبير القانوني. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم معنا. مرحبتين، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك إن شاء الله. أهلا بك. نبدأ من عنوان صحيفة المراقب العراقي: تظاهرات بغداد والمحافظات الجنوبية تعاود انطلاقها رفضا للكاظمي وكابينته بعد أيام على تشكيل الحكومة. لماذا برأيك يرفض المتظاهرون الكاظمي؟ المتظاهرون لديهم استحقاقات، وهذه الاستحقاقات لم تطرح بصورة جدية. هي حل مجلس النواب، هي تشكيل محكمة خاصة لمعاقبة الذين ارتكبوا جرائم بحق المتظاهرين. هذه أمور كثيرة، المتظاهرون يعولون كثيرا، لكن الحكومة تشكلت محاصصة، وطالما تشكلت محاصصة إذا لا تستطيع أن تنفذ ما يطلبه المتظاهرون من مطالب جدية حقيقية تلبي رغباتهم. نعم. أيضا ندد المتظاهرون بإجراءات تصعيدية أكبر في حال لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم. ما التصعيد المتوقع؟ المظاهرات بالتأكيد من بدايتها الجماهير نزلت وهي تطالب بحقوقها سلميا، وبالتالي لا تريد أن تعطي مبررا للحكومة أو للأجهزة الثانية من وراء الحكومة، لا تريد أن تعطي مبررا للتصادم، لأن التصادم في هذه الحالة مزيد من الدماء. هم يقولون لدينا مطالب، هذه المطالب ينفذها من خلال نزولنا إلى الشارع، وفعلا هم من الأول من أكتوبر من العام الماضي إلى يومنا هذا لم يستخدموا إلا لغة السلم، لكن الطرف الثاني مع كل الأسف إلى يومنا هذا نتذكر جيدا في البصرة عندما استخدم حتى الرصاص الحي.
طيب ننتقل إلى صحيفة العربية الجديد اللندنية الكاظمي أمام تحدي الملفات المستعجلة بحكومة غير مكتملة، هل سينجح الكاظمي في تخطي هذه التحديات؟ هو حقيقة الأمر الكاظمي إذا ما استمر في تولي هذا المنصب كثير من الاستحقاقات مهمة، استحقاق سياسي، استحقاق أمني، استحقاق اقتصادي، واستحقاق صحي في هذه الحالة، فهي ملفات كثيرة في هذه الحالة، لكن إذا ما اتخذ قرارات من خلال مجموعة معينة صغيرة في هذه الحالة، المجموعة الأمنية التي تتعلق بوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، محاربة الإرهاب، أتصور ربما إذا لبى بعض المطالب من خلال إطلاق سراح المعتقلين ربما يستطيع نوعا ما، لكنه قسم من الناس متفائلة كثيرا والقسم متشائم أو بين في هذه الحالة. تمام. أيضا نحن نعلم أنه في مقدمة الملفات التي تنتظر حكومة الكاظمي ملف محاسبة قتلة متظاهري ثورة تشرين، برأيك هل تستطيع هذه الحكومة محاسبة قتلة متظاهري ثورة تشرين؟ هي المسألة صعبة. إذا ما اتخذت الحكومة، اتخذ رئيس الحكومة طبعا هي رئيس الوزراء، الحقيقة رئيس الوزراء طبقا المادة 76 هو الرئيس الأعلى أو الرئيس التنفيذي وقائد الأعلى العام للقوات المسلحة يستطيع، وهؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم بحق المتظاهرين الأعداد رهيبة، ما بين 7000 شهيد إلى أكثر من 30,000 معوق من جريح، منهم حوالي 5,000 معوق، والمجرمون الذين ارتكبوا هذه الجرائم معروفون في هذه الحالة، وبالتالي إذا ما ضرب ضربة يستطيع أن ينفذ مطالب المتظاهرين وتتهاوى تلك الرموز التي ساءمت المتظاهرين سوء العذاب من خلال القتل والجرح لهم، يستطيع إذا ما اتخذ قرارات بمعية المجموعة الأمنية التي قلت قبل قليل اللي هي وزير الداخلية وزير الدفاع وقائد مكافحة الإرهاب. دكتور ننتقل إلى صحيفة المدى العراقية التي تعنون عراقيون يودعون حكومة عبد المهدي بالسخرية من سيناريو حقائب الأوراق الذي ابتدعته حكومة المستقيل، ما السبب وراء افتعال سيناريو حقائب الأوراق؟ هو حقيقة الأمر هذا السيناريو أنا حسب ما سمعت واطلعت هو عبارة عن المنهاج الجديد والمشاريع التي لم تكتمل في ظل حقبة عادل عبد المهدي في هذه، وبالتالي هم يريدون أن يقولوا عملية التسلم والتسليم كانت هذه هي المشاريع التي كان يجب أن تنفذ لكنها لم تنفذ أو نفذ قسم من عدها، وهذا هو المنهاج الذي السابق وهو والمنهاج الداخلي، هذا حسب ما سمعنا في هذا الأمر، وقد تكون المسألة صحيحة، لكن عادل عبد المهدي يجب أن يحاسب وتحاسب كل الحكومة كل لأنهم ارتكبوا جرائم، فالجريمة إما أن ترتكب بالفعل أو الصمت، تترك المجرم يعمل كما يشاء في هذه الحالة، قواعد القانون الداخلي تطلب إجراء تحقيق مع هذه الحكومة التي غادرت بإرادة الجماهير وليس بإرادة الحكومة، لا 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 مجال لأن يقولوا أن الحكومة قد استقالت، وإنما قد أجبرت على الاستقالة وأجبرت على المغادرة واستمرت إلى اليوم الأخير ترتكب مخالفات قانونية ودستورية، يجب أن تحاسب ويحاسب كل الطاقم الوزاري الذي حمل بمعية عادل عبد المهدي. أيضا دكتور في ذات السياق تقول مصادر سياسية لصحيفة المدى إن محاسبة السياسيين على الجرائم في العراق هي ضرب من الخيال، وأن عملية التنازل عن الحكومة دائما تسبقها اشتراطات بعدم الملاحقة القضائية، إذن التنازل عن الحكومة مشروط دائما بعدم الملاحقة القضائية، كيف تعلق على ذلك من الناحية القانونية؟ قواعد القانون سواء قانون العقوبات أو القواعد الدستورية لا تسمح بهذا التنازل في هذه الحالة، لا تسمح بهذه التنازل، وإنما الجريمة ارتكبت والجرائم عندما ترتكب
لا تسقط بالتقادم، خصوصا من هذه الجرائم الخطيرة في هذه الحالة. هم عندما يقولون أننا سلمنا الحكم بشرط أن لا نتابع قضائيا، لا يملك لا رئيس الوزراء لا في الحال ولا في المآل أن يتم التنازل عن تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الجماهير منذ الأول من تشرين الثاني إلى يومنا هذا. المجرم واضح والجريمة موجودة، والذين ارتكبوا هذه الجرائم معروفون بالاسم في هذه الحالة، فيجب أن يلاحقوا. وأعتقد بدأت الملاحقة عندما أقيل البعض، وعندما يشار إلى أنه في مستقبل الأيام، وإلا سيخسر كثيرا هذا الرئيس الوزراء في هذه الحالة الكاظمي إذا لم ينفذ مطالب الجماهير. وأعتقد بمنهاجه عندما يقول لن نسمح بالسكوت عن الجرائم التي ارتكبت، ومن ارتكب جريمة لا يجب أن ينام آمنا في ليله. أيضا صحيفة أخبار الخليج البحرينية عنونت رسائل إيرانية وجهت إلى الكاظمي مفادها التوسط لتخفيف الضغط الأمريكي عن طهران عبر اتصالات سرية بينه وبين مراكز صنع القرار الإيراني. برأيك هل ستنجح مساعي الكاظمي في التوسط بين إيران وأمريكا؟ أنا لا أعتقد الكاظمي سيكون وسيطا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين، بالعكس، أن الأمريكان من خلال رسالة واتصال ترامب يقفون مع الكاظمي للإصلاح، لتنفيذ مطالب الجماهير والإصلاح. ومطالب الجماهير بعيدة كل البعد عن ما تريده إيران والحرس الثوري الإيراني في تطوره، لا. لكن أنا أقول لك أنه الإيرانيين الآن بدأوا يستخدمون نوع من المرونة في هذه الحالة. هذه المرونة ربما تسحب البساط عن الميليشيات الموجودة في العراق، هي ستخسر كثيرا إذا ما استمرت. إذن في هذه الحالة في تصوري أن الإيرانيين في مستقبل الأيام القريبة سيسحبون البساط عن الميليشيات الموجودة في العراق. نعم. في ذات الموضوع بيّنت الصحيفة البحرينية أن إيران بدأت تشعر بثقل العقوبات الأمريكية عليها، ما يهدد نظامها بالتصدع والضعف وربما الانهيار إذا واصلت واشنطن عقوباتها بالصرامة ذاتها. برأيك هل ستحقق العقوبات الأمريكية على إيران أهدافها مستقبلا؟ بالتأكيد. تعرف أنه الآن النفط نزل، كورونا تضرب بفقرها في الجانب الإيراني، والعقوبات أيضا، وربما هذه الأشهر الأخيرة التي أعطيت للحكومة العراقية لاستيراد الكهرباء من إيران، وفي تطوري تنوء إيران بحمل مثل هذه العقوبات، والمشاكل الداخلية ليست قليلة في هذه الحالة، وبالتالي في تطوري مشاكل داخل النظام ومشاكل خارج النظام ومشاكل اقتصادية كثيرة إضافة إلى المشاكل الصحية. فأعتقد أن إيران ستنوء بحمل مثل هذه العبء الكبير. دكتور، ننتقل إلى تقرير لصحيفة الشروق التونسية اتفاق الضرورة بين أمريكا وإيران، وحظيت هذه الحكومة تقول الصحيفة بموافقة عليها من قبل الخصمين اللدودين أمريكا وإيران. كيف تحقق اتفاق الضرورة بين أمريكا وإيران اللتان وصفتهما الصحيفة بالعدوين اللدودين؟ النظام السياسي في العراق منذ 2003 هو مشروع أمريكي، ومشروع أمريكي بغطاء إيراني في هذه الحالة. إذن بين فترة وأخرى الإيرانيون تكون لهم الغلبة، وفعلا في الحكومة السابقة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية عندما كانوا يطلقون فكرة 3-0، لكن في هذه الحكومة لا، في هذه الحكومة الريادة كانت الأمريكان، وهذه الريادة أتصور أن الإيرانيين أصبحوا يعانون كثيرا، وبالتالي لا يريدون أن يكونوا حجر عثرة أمام هذه الحكومة. فأتصور أن الإيرانيين لم يعد لهم ذلك اليد الطولة، خصوصا بعد مقتل سليماني لم يعد لهم ذلك اليد الطولة لتشكيل الحكومات العراقية وفرض إرادتهم على الداخل العراقي. نعم.
نتحول دكتور إلى زاوية مقالات. هناك مقال في الشأن الدولي يكتبه عبد الله القمزي في الإمارات اليوم بعنوان كورونا والعالم المشتت، يقول فيه: في لعبة التوازنات الدولية تفضل أمريكا عدوا تقليديا تعرفه وليس الصين، فأمريكا في وضع حرج اليوم لكنها ستتفرغ للصين بعد القضاء على العدو الخفي. من هو هذا العدو الخفي برأيك؟ كورونا الحقيقة عندما هذا الفيروس عندما ظهر أربك حقيقة كل الحكومات العالمية، ومنها حكومات كما نسميها الحكومات الدول المتقدمة في هذه الحالة. انكشف الغطاء الصحي، عدم القدرة على المواجهة، خلل كثير في هذه الحالة، قيل الكثير حول المعاملة وما نحو ذلك، أن الصين، أن اتفاق بين الصين وبين أمريكا، أن الصين كانت هي التي تعرف بالفيروس. وفي تصوري في مستقبل الأيام سيتشكل نظام عالمي جديد، هذا النظام العالمي الجديد ستقوده الصين وأمريكا، الغلبة ستكون فيه للصين وليس للأمريكان. الصين عندما تتفق مع روسيا ومع كوريا الشمالية ومع كوبا أعتقد سيكون لها دور، لكن الريادة الاقتصادية ستكون للصين وليس للولايات المتحدة الأمريكية. الساحة فيها شرق وفيها غرب، الغرب كان كله مع 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 أمريكا بالرغم من التصدع الموجود في الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد عدم الموقف الموحد من الفيروس. فما عندك أنت إلا الصين، ما عندك إلا الصين وروسيا. روسيا عندها ثقل عسكري، لكن الصين عندها ثقل اقتصادي وثقل عسكري. فأتصور الصراع سيكون صراعا أمريكيا صينيا ليس إلا، وبالتالي لا يوجد شيء مخفي دون ذلك. أخيرا دكتور عبد الرحيم، يتساءل وليد رجيب في الرأي الكويتية: هل سيسبب الوباء حربا عالمية بسبب الدفاع المستميت عن نظام اقتصادي اجتماعي عالمي؟ ماذا ينتظر العالم بعد كورونا؟ لن تكون هناك حرب عسكرية، ولكن الحرب القادمة هي حرب اقتصادية. نحن نتذكر ما حصل في الأزمة الاقتصادية سنة 29 و30 من القرن الماضي، تتكرر مرة أخرى، سواء سيكون انهيار اقتصادي أو تعثر اقتصادي، لكن الدول مهما كانت لديها من صناديق سيادية ستفلس كثيرا، وبالتالي ما بعد كورونا سيعاني المجتمع الدولي الكثير، وخصوصا دول العالم الثالث، أو دول الريعية أو الدول التي تعتمد على النفط الذي هبط سعره إلى أدنى مستوى، وبالتالي ستعاني هذه الدول كثيرا الانهيار في العملات ربما، خصوصا بعد أن أصبح الألوان الصيني جزء لا يتجزأ من عملة صندوق النقد الدولي، وبالتالي ربما سيتأثر الدولار تأثرا كبيرا بعد انتهاء أزمة كورونا. إذا بهذا نختم، أشكرك دكتور عبد الرحيم الشكر الجزيل على هذا اللقاء. تحياتي، شكرا لكم. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف الخبير القانوني الدكتور عبد الرحيم الكبيسي. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج أسبوع الصحافة، دمتم في أمان الله وحفظه.